السلام عليكم. في هذا الفيديو سنقوم بشرح ميزة الفريز اند سبليت. لدي جدول مليء بالمعلومات عبارة عن أسماء طلاب، أسماء مواد ودرجاتهم في هذه المواد. الآن عندما أنزل إلى أسفل نلاحظ أن أسماء الأعمدة قد ذهبت، اختفت. كيف أريد تثبيتها في الأعلى؟ أو مثلا انتقلت إلى اليسار الصفحة كثيرا، نلاحظ أسماء الطلاب قد اختفت. مثلا لو كان عندي حقول كثيرة أو أرقام كثيرة، لا أريد أن أضيع مثلا في المعلومات الموجودة، فأقوم بتثبيت أول صف أو تثبيت أول عمود أو تثبيتهم معا، وذلك عن طريق ميزة الفريز. أذهب إلى عرض، أذهب إلى تجميد. عندما أقوم بتجميد أستطيع تجميد فقط الصف العلوي أو تجميد فقط العمود الأول. مثلا الصف العلوي، انظروا الفارق، هذا الخط الأسود الصغير دليل عملية الفريز. سوف أنزل لأسفل. جميل، قد ثبتنا الصف الأولاني. لنقوم بإلغاء تجميد أو بتجميد العمود الأول مباشرة، فنلاحظ أن هذا الخط الفاصل دليل عملية الفريز. سوف أذهب إلى اليسار، نلاحظ أن الأسماء قد ثبتت. ماذا لو كنت أريد أن أثبت صف وعمود بنفس الوقت؟ أقف عند الخلية التي أريد أن يثبت كل شيء، كل شيء فوقها وكل شيء يمينها. فمثلا هذه الخلية أو هنا أريد أن أثبت الأسنان، هذا الصف الأولاني والعمود الأولاني. أقوم بإلغاء تجميد أو قائمة تجميد الأجزاء، حيث نلاحظ الخط الأسود الفاصل هنا والخط الأصفر الفاصل هنا. ثبتنا الصف الأول، قمنا بتثبيت العمود الأول. سوف أقوم بعملية إلغاء تجميد ونرى عملية السبليت أو الانقسام. نضغط على الزر هنا، لاحظ أنه تم انقسام أو تم وضع خطوط. هذه الخطوط هي عبارة عن مثل عرض مصغر للمستند الذي تعمل عليه في هذه المنطقة فقط. فأنت تقوم بتغيير عدد الأسطر التي تريد عرضها في هذا المكان العرض الصغير، عدد الأعمدة. كما أن المستند الذي تقوم بالتعديل عليه مباشرة في هذه النافذة، هذا الإطار يقوم بحد مستندك. فإذا ذهبنا إلى أعلى نجد وجود المادة أيضا، وجد الاسم أيضا والأسماء جميعها، لاحظ تحديدها في كل المناطقتين سويا. وذلك لأن السبليت تقوم بعملية مثل ميني بريفيو للمستند تبعك أو عرض مصغر له في هذه المنطقة. يمكنك أيضا تعديل بريفيو. هذا هو فرق ميزة الانقسام عن ميزة الفريز، وهو تستطيع التعديل عليها. نقوم بإلغاء عملية الانقسام. السلام عليكم.